بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. أعطيتكم الفيديو الأول في يعني اليوم بإذن الله بفضل الله 3 فيديوهات في نهار واحد للثانية ثانوي علوم تجريبية رياضيات وتقني رياضي فيما يخص تفاعلات الأكسدة إرجع. الفيديو الأول أعطيتكم ملخص عن تفاعلات الأكسدة إرجع. فيديو ثاني درنا فيه كيفاش يعطوني ثنائيات ونوازن النصف معادلة، ودرنا أمثلة ما شاء الله. الفيديو الثالث والأخير باش ما نعاودوش نقولوا الأكسدة إرجع هذه، خلاص كملنا معها. اليوم كنت قلت لكم في آخر فيديو أن هذا الفيديو بإذن الله راح يكون حول كتابة المعادلة الإجمالية أكسدة إرجع، والأمثلة فيه ما شاء الله. يعني راح أخدمك معايا في الفيديو هذا، وجد قلم ومسودة. هاني عطيت لكم 3 فيديوهات اليوم بإذن الله في نهار واحد الحمد لله. غير اللي ما حبش يقرأ، اللي ما حبش يقرأ ماني نهفيك، ماني محتاج ليفيو تاعك، ما محتاج منك. أنا الفرحة تاعي والسعادة تاعي بإذن الله هو نجاحك. كي تفرح الوالدين تاعك بالنجاح تاعك، أعرف بلي الأستاذ محمد الحمد لله راني فرحان بك. نحتاج منك، ما قلت لك أعطيني درهم، ما درت لك ليكور خلصني، ماني في القسم راح نعطيك النقطة. نحتاج منك برك قول لي يرحم والديك يا أستاذ، أخسر عليا كلمة يرحم والديك ودعاء، ما تنساوناش من صالح الدعاء. هذا مكان يا أخي، يقول لك لا خلي مكان له، ما عليناش، نروحوا للمفيد. هذا التفاعل الكيميائي الأكسدة الإرجاعية أعزائي الطلبة تدخل فيه ثنائيتين، شكون هما؟ تدخل فيه أوكس أ ثنائية أوكسيدون ريدكتور أ طريبيا، وتدخل فيه الثنائية الثانية كيف كيف أوكسيدون ريدكتور أوكسيدون دو ريدكتور دو، يدخلوا فيه ثنائيتان. واش ينتج؟ ينتج عنه انتقال ماذا؟ انتقال للإلكترونات من المرجع ريد أ من هذا للثنائية الأولى، لتابع للثنائية الأولى نحو المؤكسد أكسيدون دو لثنائية ثانية. ها واش يصرى فيه تفاعل أكسدة إرجع؟ انتقال الإلكترونات من هذا لهذا. وفهمها بالفرنسي، تفاعل الكيميائي الأكسدة الإرجعية يسموه إكواسيون، أي معادلة التفاعل، إكواسيون شيميك دون رياكسيون دوكسيدو ريدوكسيون. ما عليناش، هذو مصطلحات غراتوي من عندي. عندنا المعادلة النصفية للإرجاع، ننقص شوية بالحجم تاع القلم. المعادلة النصفية للإرجاع طريقة، وعندنا المعادلة النصفية للأكسدة. صح، الأولى عملية إرجاع، عملية إرجاع، والثانية عملية أكسدة. طيب كيفاش تكون هذه المعادلة؟ يعني راح تكون عندي المعادلة الأولى النصفية للإرجاع أوكسيدون 1 زائد آن واحد، يعني عدد الإلكترونات يعطينا ريدكتور 1. المعادلة النصفية للإرجاع للأكسدة ريدكتور أي المرجع 2 يعطينا أوكسيدون 2 أي المؤكسد 2 زائد آن 2 أي عدد الإلكترونات. واش نجو نديرو حنا؟ نجو نوازنوا هذو عدد الإلكترونات. واش نجو نديرو؟ آن 2 ينضرب في المعادلة الأولى، آن 2 هنا. دونك نشوفوا في التطبيق ما تحيرش،
وان واحد ينضرب بهنا طريبيا هكا. واش تحصلنا هكا؟ بعد نديرو هكذا درك. واش بقاتلنا؟ بقاتلنا المعادلة الإجمالية أكسد إرجاع طريبيا المعادلة الإجمالية أو معادلة التفاعل أكسد إرجاع كما تحب سميها صح. أكسد إرجاع معادلة التفاعل أكسد إرجاع طريبيا كيفاش راح تكون عندنا؟ كيفاش نكتبها؟ شوف معايا مليح. نبدأ نضرب هذا الان دو في اوكسيدون 1 تولي ان دو اوكسيدون 1 طريبيا. ومن بعد نضربوا الان يعني نجيبوها هذو اللي جايين الطرف هذا نبدأ به هو الاول هكا وين كاين تساوي صح. ومن بعد الان في الريدكتور دو الريدكتور هو المرجع والأكسيدون والمؤكسد باش الناس تفهم صح. تعطينا هذه طريبيا. ومن بعد الان دو في الان الكترون تعطينا هذه. كملنا مع الجهه هذه نروحوا للجويه هذو اللي منه صح. نبداو الان دو في الريدكتور ا يعطينا هذه طريبيا. ومن بعد الان ا في الاكسيدون دو يعطينا هذا طريبيا. ومن بعد بقاونا الان ا مع الان دو الكترون تعطينا هذه طريبيا. دونك واش نجو نديرو؟ نجو عندنا هذه كيف كيف هي وهذه يتبارى ونكتب المعادله اي معادله تفاعل اكسدة ارجع. اذا ها واش نتحصل كيفاش راح تكون المعادله تاعي ان دو اوكسيدون ان زائد ان ان ريدكتور دو تعطينا ان دو ريدكتور ان زائد ان ان اوكسيدون دو. يحب يقول لهنا من من اوكسيدون 1 هكا حتى الريدكتور 1 كيما هكا هنا راح تكون عندي عمليه ارجاع لهنا عمليه ارجاع معناتها اكتساب الكترون اكتساب يعني نوضح لك بالديتاي اكتساب الكترونات صح. ومن بعد عندنا من ريديكتور دو حتى للأكسيدون دو أي المؤكسد من المرجع الثاني المؤكسد هنا أعزائي عندنا عملية أكسادة عملية أكسادة حب يقول فقد إلكترونات فقد إلكترونات طيب. دوك واش عندنا اللي تزيد تقوينا هي الامثله. اذا واش نروحو نديرو؟ نديرو امثله. نبداو بالمثال الاول وهو تفاعل ثنائي اليود مع ثيوكبريتات ويعطونا في النص في نص التمرين يعطونا ثنائيات اي دو اكو ثنائي اليود مع شريده اليود اي اكو صح. يعني اي دو مؤكسد وشريده اليود ثنائي اليود مؤكسد شريدة اليود مرجع صح. ويعطونا ثانية الثنائية الثانية وهي اسكات او سيس دو موا او سيس دو موا اكو يعني شريدة النيتراثيونات شريدة النيتراثيونات صح مع شريدة ثيوكبريتات اس دو او تروا دو موا صح. هما طاوها لنا دوك انت واش دير؟ دير بوز اعطيني اكتب لي المعادله النسبيه للارجاع والمعادله النسبيه للاكساده يعني هنايا هنا في هذه اكتب لي المعادله النسبيه للارجاع وهنا المعادله النسبيه للاكساده خلاص كتبتهم. يحب يقول هنا عندنا اي دو بلس 2 الكترون
تعطينا دو زوج شوارد تاع يعني اي دو اك هكا وهنا اك طريبي. ان هنا راح تكون عندنا دو اس دو او 3 دو موا، قلت لك المعادله النسبيه للارجاء للاكساده صح اك، تعطينا اس 4 او 6 دو موا اك. علاه قلت لك دير هذه وهذه؟ علاه؟ لانه واش قلت لك تفاعل ثنائي اليود، انتبه شوف تفاعل ثنائي اليود يحب يقول هذا مع الثيوكبريتات. مع من؟ مع الثيوكبريتات. شكون هما الثيوكبريتات هذو؟ اوتوماتيكمون ثنائي اليود يجي منا وهذا يجي منا، هكذا رانا حاب نقصدو حنا. لازم نعرف اوتوماتيكمون كي يقول لك تفاعل ثنائي اليود هو راه مؤكسد، اذا المعادله النسبيه للارجاء مع الثيوك استغفر الله يا ربي ثيوكبريتات راهم مرجع، يحب يقول معادلة نسبية للأكسدة، هذه لازم تتمكن منها صح. درك واش دير؟ اكتب لي في المسودة المعادلة التفاعل أكسدة إرجاع، ولا المعادلة الإجمالية أكسدة إرجاع كما تحب سميها. طريب يا درك هنا عندي 2 إلكترونات وهنا عندي 2 إلكترونات، حب يقول مكان له نظل ندير هذيك 2 في كذا وذا، مكان له لأنهم راهم كيف كيف ما عنيناش. كي راهم كيف كيف نحي لي هذا الالكترونات، خلاص نحيهم رانا كيف كيف ما عليناش. اذا نبداو بالاي دو، اي دو اكو طريبيا زائد نزيدو 2 اس دو و 3 دو موا اكو، يعني نبدا باللي قبل الجهه هذه برك، الجهه هذه قبل التوسر يعني الجهه اليسرى، ومن بعد نروح للجهه الاخرى يعني المتفاعلات، ومن بعد نروح للنواتج صح. 2 اي موا اك صح، ومن بعد زائد اس 4 او 6 دو موا اك. هذا مكان هاي المعادلات تفاعل الاكسده تاعك واضحه وباينه وهايله. نزيدو مثال، المثال الثاني قال لنا تفاعل معدن الحديد اف او اس اللي هو صلب شاردي مع شاردة النحاس ثنائية سي او دو بلس، وعطاونا الثنائية عطاونا سي او دو بلس اللي هي مؤكسد شاردة النحاس وذرة النحاس اللي تكون مرجع، ولهنا عطاونا الثنائية الثانية شاردة الحديد الثلاثي اف او 3 بلس اللي هي راهي تلعب دور المؤكسد والحديد اللي يلعب دور المرجع. اذا هنا عندنا التفاعل، يلزم لك اول حاجه تعين شكون راح يتفاعل مع من. راح يتفاعل المؤكسد تاع الثنائيه الاولى مع المرجع تاع الثنائيه الثانيه. طيب اذا اول حاجه نجي نكتب انصاف المعادلات تاعي، دير بوز وكتبهم ما تشوفش عليا، دير بوز خلاص كتبتهم، هذو سهلين. اذا عندنا المعادله النسبيه للارجاع في الاول، معادله النسبيه للإرجاع اللي هي CU دو بلس AQ بلس 2 إلكترون تعطينا CUS، ولا المعادلة النسبية للأكسدة اللي هي FES تعطينا FE 3 بلس AQ بلس بوس كثرت شحنات اذا بلس 3 زيلكترون صح. هنايا لاحظ عندي زوج الكترونات وهنا ثلاث الكترونات، اذا واش نجي ندير؟ نجي لهنا ندير هكا ونضرب هذه في 3 وهذه في الاثنان، هذا مكان ما طلبناش منك المستحيل. دير هنا درك اكتب المعادله تاعك، إذا الثلاثة فلها تولي عندي 3 سي او دو بلس اكو، اي ساهلة دير بوز وصلحها، زائد
انا نزيدو نضربو هكذا، هذه تولي لنا زائد 2 اف او اف او اس صح. هذيك الثلاثة في شوف، مادام راهي عندك ثلاثة في 2 الكترون 6، 2 في 3 الكترون 6، نحيهم لي خلاص خلاص، ما نحي لي الالكترونات هذا، ماشي تشطبهم في الاختبار، خليهم كيما المحسوب، نحيهم من بالك، نحيهم من راسك صح. ومن بعد واش تعطينا؟ دوك نضربوا ثلاثة في السي او خلاص، كملنا مع الجهة اليسرى، روحوا للجهة الاخرى، ثلاثة سي او اس سي بون. ومن بعد زائد نروحوا درك لهنا، واش راه يقول؟ زائد 2 اف او 3 بلس اك طريبيا. هاي المعادلة تاعي، المعادلة معادلة التفاعل اكسده ارجع سي بون، سهله مهله. وقت تدرب في خلال يا ودي ما دقيقة تكون كملت. نزيدو مثال ثالث وهو التفاعل شريدة البرمونغانات ام ان او كاتمو مع الماء الاكسجيني. الثنائيات هذو سبق لنا وشفناهم ووزناهم، اللي هي الثنائية الأولى وهي شريدة البرمونغانات ام ان او كاتمو، وثنائية مع شريدة المنغانيز ام ان دو بلس صح. وعندنا ثنائية ثانية وهي الثنائي الغاز الأكسجين مع الماء الأكسجيني H2O2 طريبيا. يعني هنا مادام راك شفتهم حاول تدرب أنك توازنهم، ولا راك حافظها حطها تدرب أنك توازنهم. وأنا نقول لك باللي المعادلة تاعك راح تصيب المعادلة التفاعل الأكسدة راح تصيبها كيما هكا، يعني ما نعطيكش هذوك، تدبر راسك تزم النتيجة خرجها لي كيما هكا أوكات أكو، ما خرجتهاش كيما هكا يعني مازال ما فهمتش. زائد 5 H2O2 أكو، علاش؟ لأن قالوا لي باللي تفاعل شريدة البرمونغانات مع الماء الأكسجيني، يعني مؤكسد مع المرجع، هذه هي. ومن بعد راك تصيب 2 MN 2 بلس بلس 5 لا راني ناسي حاجة لهنا، هنا راني ناسي بلس، لأني راني منحي الإلكترونات 6H بلس 6 بروتونات أكو بلس 5H2O2 O2 أكو طريبيا. وهنا عندنا 5 O2 غاز بلس 8H2O ليكيد، راك تسيبها كيما هكا إن شاء الله. المثال الرابع كيف عندنا تفاعل شريدة البرمونغانات اللي راهي في الثنائية هذه الأولى اللي رانا شفناها من قبل، مع شريدة الحديد الثنائي اللي راهي هنا في الثنائية هذه، يعني الثنائية الثانية عندي شريدة الحديد الثلاثي مع شريدة الحديد الثنائي، يعني اف او 3 بلس مع اف او 2 مو. اللي هنا ما عليك إلا تكتب لي هذه راهي باينة أنصاف المعادلات، أي نصف المعادلة الإلكترونية، ولا هنا كيف كيف، يعني اللي هنا يعني في النصف معادلة الأولى عندي تحول، يعني شوارد البرمونغانات راح تتحول إلى شوارد المنغانيز، يعني راح يكون عندي إرجاع. أما في النصف معادلة الثانية تاع الحديد الثنائي راح تتحول شوارد الحديد الثنائي تتحول، هي اللي تتحول إلى شوارد الحديد الثلاثي اف او 3 بلس، يعني هنا عند يعني راح يكون عندي تأكسد، يعني راح تكون دبر راسك ما نكتبها لكش انا، تكتبها وثاني شوف هنا شعال تضرب كذا ولا هنا شعال تضرب كذا، وشوف لي معادلة التفاعل اكسدة ارجع. معادلة التفاعل اكسدة ارجع ندير بوز ونكتبوها، راك وجدتها. اذن راح تسيبها كيما هاك ام ان او كات مو اكو، إذا ما استاش كيما هاك عاود، يعني زائد 8 بروتونات أكو زائد 5 اف او دو بلس، يعني الحديد الثنائي تعطينا هذو المتفاعلات كملنا معهم. دوك النواتج ام ان دو بلس شريدة المنغانيز أكو طريبيا،
زائد 5 شوارد تاع الحديد الثلاثي اكو، وزائد 4 طيسان تاع ماء. فوالا سي بون، هاي وجدتها هكا راك هايل، راك طري طري بيان. بون باقي واحد الوقت قصير جدا جدا على اذان المغرب ان شاء الله. نعطيكم مثال الخامس ونكملوا ونروحوا ان شاء الله، اللي راح يصلي يصلي واللي راح يقضي صوالحو يصلي. صح، كي تكون دائما نوصيكم كي تكون راك تقرا ولا تتبع فيديو ولا ترص، سمعت الاذان حبس كلش واش كاين في يدك، ما تقولش نكمل، حبس روح تصلي. فاهمين؟ هيا نكملوا المثال. في المثال الخامس والاخير ان شاء الله، روحوا على روحنا. عندنا تفاعل شاردة ثنائي كرومات CR2O7 دو موا اللي راهي مؤكسد، مع تفاعل الماء الاكسجيني اللي راه مرجع. وقلنا الماء الاكسجيني مره تنصيبه مؤكسد ومره تنصيبه مرجع، ما عليناش. اكتبوا لي انصاف نصف المعادله الالكترونيه لهنا، واكتب لي نصف المعادله الالكترونيه لهنا، اضرب في هذه مانيش عارف فاش، واضرب في هذه كذا منا، وشوف لي اكتب لي معادله التفاعل اكسدة ارجع، دير بوز واخدم. سي بون صح، راح تصيبها لان انا درت بوز ودرتها في المسوده لانني حافظها. صح، سي ار 2 او 7 دو موا صح اكو، زائد لان راح تصيب اللي هنا مضروبه في واحد مضروبه في كذا، ولا هنا في ثلاثة، ما عليناش المعادله. صح، زائد 3 اش 2 او 2 اكو طري بيان، لانه راح يتفاعل هذا مع هذا. صح، ومن بعد زائد باش يكون وسط حمضي، زائد اش بلس اكو طري بيان، ومن بعد تعطينا زوج شوارد الكروم كرومات، وانا قلت هذه بلس اكو، ومن بعد زائد 3 تاع الاكسجين دو غاز، ومن بعد زائد 7 طيسان تاع ما ولا بيادن كيما تحب اش دوزو عامليك. هكذا رانا كملنا، هانا عطيت لكم يعني 3 فيديوهات ما شاء الله غنية بالأمثلة. ما إذا شوف درت هذا الفيديو الأول ملخص واللي جاز موازنة نصف معادلة، ودرت هذا ولحقت لهذه أكسدة الإرجاع، حطها بجهة راهي في جيبك إن شاء الله. هاو فيديو في 3، كل واحد فيه نص نص نص، هذا ما لحقش النص راهو في 22 ولا 25، المهم نديرو في 3 نص ساعة ونص أكسدة إرجاع راهي في جيبك بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله أنت لا إن شاء الله الفيديوهات هذو يلقاو الإقبال من طرفكم، لأني صراحة راني نتعب، ومن بعد مع الأخر تصيب مكان ولو بنتفهموا. إذا ما لا حابين نكملوا بإذن الله، نكمل معكم لحيانا ربي حتى البكالوريا حتى للجامعة ما كاش إشكال، بصح لأنه ناس قلت لهم باللي نكمل الجامعة من بعد صرت باللي ما كاش ما تبعونيش، روح يكمل معك اللي راك تب. سبحان الله، كون صرتهم يتبعوا في أساتذة، كاين أساتذة في اليوتيوب ممتازين ما شاء الله، والله ما يغيظني الحال، بصح كي تسيبو يخليك تا القلب تاعك تحطه في الفيديو، ومن بعد يروح يتبع التفاهات فيديوهات يعني لا علاقة لهم بالدراسة، لأنه العنوان مغري، عنوان تاع سوق الدلالة. هذا مكان ما نهدرش بزاف، المهم إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه الفيديوهات. إلى أن ألقاكم أعزائي في فيديوهات أخرى بإذن الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.